المشككين. وين يلعب الكرة عن طريق الهجوم، عرضية الطرف الثاني القائم برشلوني خطيرة ليونيل، ليونيل الهربة والهدف الأول يضيع شوار ميسي بالاختراق، ميسي بالاقتراب وصل كرة ديست والهدف الأول خطير الدفاع مرتبك وفي لمسة يد على الأرجنتيني ليونيل ميسي. ديست شوف التمركز الدفاعي أربعة يغلب ديست شوار أمام الريال سوسيداد. هنا الكرة، هنا المهارة، ليونيل باسور الآن ممرر واسيست والدفاع تيرا ليونيل ميسي يركن كرة ولكن سهلة وركنية يتفادى الحارس والدفاع يتصدى كرة يلعب الكرة خطيرة والمتابعة والحارس. هذا الفريق الباسكي من روحهم من عطاء الجدار يضرب كرة بالرأس ومن إيزاك 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 الحارس مش ممكن على روعاتك اشتغن اخطر كرة في قعدة الدربعة لا يفسخ واحد يتعدى بالثاني لا أول صعود من ألبا ضاعت الكرة أليكس والنثيانو عن طريق مينغيزا أوسكار وين أوسكار شو تتعمل ممكن تتخيل 62 يا البارسا هي ديستي وسع كرة والقائم والحارس والعارضة والجول وفرصة ضاعت على كاتالونيا ترجع الكرة ليونيل ميسي ميسي هز الكرة يحلها كسح مع الدفاع يرجع له بالكرة وضاعت في كرة جرى كرة جوردي والهدف الأول يضيع والهدف الأول عن طريق جريزمان 1-0 لبرشلونة الكاتالوني يسجل الهدف الأول 1-0 للإفس برشلونة عن طريق أنطوان جريزمان 1-0 بعد إصرار 1-0 بعد تركيز من اليسار 1-0 بعد ضغط وإصرار كاتالوني واضح الهدف الثامن هو أغلاهم يا جريزمان جريزو يتابع ويواكب ويسجل ليغا منحصرة على أسماء ضيقة والدور ما تلقاش غير إيزاك ولكن إيزاك ضيع الحارس واللي تصدى إيزاك ما ضيع توقيت الهدف الريال هنا في ستاد أي حال ستعود يعود بأسي والهدف الثاني يعود بأسيست الولد الشراني يتقدم بالثاني لبرشلونة البرسا اليوم وغدا البرسا البارحة واليوم البرسا الماضي عريق والحاضر مجيد والمستقبل تاريخ 1-0 عن طريق جريزو 2-0 عن طريق الكورة للسوسيداد يسجل الشواري بالفعل سهرة ممتعة اليوم برشلونة يتقتني سوسيداد 1909 في ملاقاة البرس حتى الكرة عند ريك لونغلي مش شوت لونغلي والدفاع لعب شعرات وأكثر من كراته والكرة بتسديدة والدفاع إيزاك حلوة إيزاك العربة العرضية وينه على وجات سنوات وهكذا هي الحياة تراجع رجع عود له يا بورتو هرب طيح لونغلي بورتو خطير العدة بلغة المراوغة بلغة الترسيرو والهدف الثالث من ظهير طائر إلى ظهير طائر ويطير البرسا برزقك يا باسكي 3-0 للبرشلونة 3-0 للبرشلونة ماذا تصنع يا سيرجينو ماذا تصنع يا ابن أمريكا ماذا تصنع يا ديست أمريكا مزيكا هربة أنا قلت ماتش 3-1 ممكن الآن فايمن يسجل ربع ثلاثية ماذا تمشي فرنسي الفرنسي ديمبلي ضيعها والاسبوع القادم الاربعاء الجاي فرنسا اوكرانيا مونديال الزون اوروبا والمنطقه الاوروبيه في جولتها الافتتاحيه ترجع الكره اسبانيه كوره للماتادور حط الكره في الظهر يلعب الكره ميسي والرابع الرابع 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 راس مدور ولا مستطيل ولا مربع يسجل الرابع الشراني مخه غير مخاخنا فكره غير افكارنا راسه غير راسنا ساقه غير ساقينا كرة للخامس يمشي جريزمان حتى الكرة تعرف اللعبة القصاد وأعلنها ختاما في خواتيم المات نرجع الكرة نرجع اللعبة يرجع لأيام الخمسة من ديمبلي خل الشبكة يا البرسلونة ذبابة ويضرب من منذ حين الخامس لها الماتش يلعب لي ميسي ملا باسا يا ديمبلي يا عثيمين
هدف ملعوب على طريقة جريزمان، واحد ميسي اثنين. لو لاحظتوا معايا عن طريق الاتاك يلعب الكورة يعدي مشكورة ديمبلي يهرب عثمان، عثمان ديمبلي، والهدف الخامس، الهدف الخامس. ولكن التسلل، التسلل يمنع البارسا من هجم الاهداف في رأيي. الزاوية اشقال، ارجو اوفسايد، اوكي اوفسايد، اوفسايد. ترجع الكرة للريال سوسيداد، نو جول. ترجع الكرة لليل، قبله كان 22 هدف في ماتش، قبله أربعة على لي ديمبلي. ميسي، ميسي الأربعة، ميسي، ودي فعليا لا أتكلم بلغة يعني النظري، أوكي في ديمبلي، 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 والهدف الخامس عالمي، الكيتو ديل برشلونة، المانيتا يا برشلونة، هدف خامس هو أجمل أهداف المباراة. ما هكذا تساق الأمور يا سوسيداد، هدف عالمي من ديمبلي، أرصى وهدف خامس. المهارة الفردية، القوة البدنية، السرعة، ويتقدم بسرعة الفهد، يضرب بقوة 63 قبل الكلاسيكو في العاشر من أبريل في الكامب نو، الجولة 29 سيستضيف الفالادوليد دبيليا. تمشي بالكرة، أرصى والحارس يتصد. ترجع الكرة مرة أخرى، حلوة، حلوة، حلوة الكرة للريال سوسيداد، جول 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 هدف من ريال سوسيداد، جول هدف من أندر بارنيتشيكا يسجل. شنو تحب ترجع؟ 5-1 يعمل لهم جرينتا، جرينتا يحب يرجع. الكرة على اليسار، يمشي جوردي، تحط الكرة واحدة واثنين، حلوة برشا، تيكي تاكا، جولاثو 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 جولاثو. ما فهموهاش، ما فهموهاش، ما لقاوهاش، ما حسبوهاش، ما راوهاش، يراوها فقط في الشباك يا ريميرو.